اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. في الحلقه الماضيه كنا قد بدانا الحديث عما قاله رئيس الحكومه الحاليه مصطفى الكاظمي من على منصه جمعيه العامه الامم المتحده قبل ايام في اجتماعات الجمعيه العامه الامم المتحده السنويه التي يعني حضرها رؤساء كل الدول وكلهم يلقون كلمات، وكان يلقي كلمه قلنا عنها أنها فيها تزييف كثير كبير وفيها كذب وادعاء ورسم صورة غير الصورة الحقيقية لواقع العراق، لواقع حكومة، لواقع العملية السياسية، لواقع القوى التي تحكم العراق، لواقع العراق المأساوي. وتحدثنا عن نقاط كثيرة وأجلنا بعض النقاط لأن الوقت لم يسعفنا. في هذه الحلقة سنتحدث عن النقاط الباقية، ولكي يعني نستغل الوقت أقول أنه قال أيضا تحدث عن نقطة مهمة جدا، قال إنه العراق بالنص، قال العراق، وسبق أن كرر هذا الكلام واعترضوا عليه وقالوا له أنت لا تفهم في هذا الموضوع، لكن كرر في خطابه هذا، قال العراق حصل على أكبر وأسرع نمو اقتصادي وبات الأول على الشرق الأوسط والخامس عالميا. الله أكبر. الكاظمي في هذا الحديث يعني الحقيقة يؤكد مرة أخرى أنه لا يفهم في الاقتصاد شيئا، نهائيا لا يفهم بالاقتصاد شيئا، ولا يفهم ولا يعرف ماذا يتحدث، ويعتقد أن من يسمعون كلامه هكذا يأخذونه على عواهنه ولا يفهمون. أيضا هناك فرق يا رجل، هناك فرق كبير، فرق من السماء إلى الأرض، بعد السماء عن الأرض، بين الحديث عن التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. يعني التنمية الاقتصادي والنمو الاقتصادي، وهذا النمو الاقتصادي الذي يتحدث عنه هذا له علاقة بارتفاع الأسعار النفط، أما التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خطط تنموية، إلى بناء، إلى استثمار، إلى مشاريع، إلى ازدهار. كيف تتحدث عن أن العراق فيه أسرع نمو اقتصادي؟ النمو الاقتصادي يختلف تماما عن هذا الموضوع. هذا القضية اللي تتحدث عنها أنت لها علاقة بزيادة أسعار النفط، واردات العراق زادت، وهذا بسبب يعني مو بسبب نشاط اقتصادي للعراق، لا، بسبب إنتاج النفط. أنت تنتج نفط وأسعار النفط زادت، فزادت الموارد، الأموال التي تأتي العراق، وهي بالتأكيد طبيعية تذهب إلى الفساد والخراب ولا إلى التنمية. أنت ليس لديك لا خطط تنموية، لا قصيرة الأمد ولا طويلة الأمد. يعني هذه الأموال التي جاءت، هذه التنمية التي تتحدث عنها، ما الذي أحدثته؟ إذا كانت خارطة الفقر تزداد، خارطة البطالة تزداد، خارطة الأمية تزداد، خارطة الخراب تزداد، الخدمات، الفوضى تزداد، وين تأثيرات هذا النمو اللي تحدث عنه أنت؟ هذه عيب، عيب الحديث هذا. قضية أنت لا تتحكم بها، ولا أحد يتحكم بأسعار النفط، بورصة تزيد وترتفع، وباكر عقبه قبل هجة وصلت إلى $20، ووصلت إلى المرحلة التي تستدينون بها من كل مكان لكي توفروا رواتب الموظفين فقط، لكي تسكتوا الناس، ربما ستعودون إليها في أي لحظة. الآن لولا هذا الوضع الذي يمر به العالم، الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات والغاز وقضية الغاز والطاقة والمصايب هذا ودخول الشتاء، ما كان ارتفاع النفط بهذا السعر، وكان ممكن ينخفض وينخفض كثيرا، وكان توقع أنه يعود إلى الانخفاض، وسيعود. هذه سلعة قابلة لكل شيء، وقابلة للعطل، وقابلة لأي شيء. 5 أيام أنابيبكم للنفط تخربت، وقف التصدير، ما تقدرون تصدرون. قضية يعني معيبة أنت تتحدث عن هذا. كيف يمكن الحديث عن أنه العراق به نمو وازدهار، وهو يعني ما هي الموارد التي يعني تضاف إلى الدخل القومي العراقي غير موارد النفط؟ خلي يقول لنا شنية المنافذ الحدودية سيطر عليها الميليشيات وتأخذ فلوسها وما عندك. وذاك اليوم طلعتوا خبر يقولون
انه اعرف منه باقي 800 مليون من اموالها هذه المنافذ الحدوديه وهرب. وبالتالي هذه اموالها والموانئ والمطارات، حتى شركات الطيران، شركه الطيران خطوط الجويه العراقيه وقفتوكم تتاجرون طائرات لشركات معينه لاصحاب معينه لكي تستعملوا لكي يستفادوا. خربتوا كل المؤسسات، فبالتالي لا توجد تنميه، لا يوجد نهوض، لا يوجد خطط للقضاء على البطاله والفقر والعوز، والعراق من سيء الى اسوء. ذلك الحديث هذا يدل على انك لا تفهم في الاقتصاد شيء. فأن يزيد زيادة الاحتياط النقدي في العراق هذا بسبب زيادة أسعار النفط، وهذا ممكن في أي لحظة ينتهي، بس تنخفض أسعار النفط وسرقاتكم تزداد وانتهى الموضوع. النقطة الأخرى، قال أشكر المرجع السيستاني لحماية المسار الديمقراطي في العراق. يعني أنا لا أفهم هذا الموضوع، كيف يعني انه المرجعيه في النجف حمت المسار الديمقراطي؟ وين هو هذا المسار الديمقراطي اللي حمت المرجعيه؟ يعني اللي يقول لنا عليه هذا الكلام ليس موجه للمرجعيه ولا موجه، بس الكلام عنك انت تقول هكذا. وين المسار الديمقراطي؟ انا اتحدث عن المسار الديمقراطي اللي حمته، وين؟ احزاب طائفيه تتحدث بلغه طائفيه وتفكر بطائفيه وتتحدث عن اخليه واكثريه طائفيه وتتحدث عن بيت شيعي وبيت سني وما اعرف. وين المسار الديمقراطي في كل هذا؟ وهذا بالعراق من عام 2003 لحد الان هذا مسار ديمقراطي؟ 1.5 مليون عراقي انقتلوا، مئات الالاف غيبوا في السجون والمعتقلات وفي المقابر الجماعيه، 6 ملايين واحد هجروا في معسكرات اللجوء داخل العراق، و10 ملايين واحد غادروا العراق، هاجروا واستوطنوا في بلاد اخرى واخذوا جنسيات. هذا تسميه ديمقراطية؟ مسار ديمقراطية؟ مسار ديمقراطية؟ هذا المسار الديمقراطي جاء العراق بهذا الشكل وتأيد المرجعية؟ هذا الفساد كله والخراب اللي جاءت به هي هذا المسار الديمقراطي؟ هذا الفساد والخراب والدمار وزيادة الفقر وزيادة البطالة وزيادة الأمية وزيادة الجهل والأمراض والصراعات والأسلحة والعشائر تتقاتل فيما بيناتها والخراب الاجتماعي والمصائب الكبيرة هذه بالمجتمع، هذا هو جزء من المسار الديمقراطي اللي تحدث عنه واللي أيدته المرجعية. يعني هذا يعني الحقيقة دائما ما نقولها وسنقولها مرة أخرى، يمكن قلناها في الحلقة الماضية، الديمقراطية لا تستوي مع الطائفية، لا تأتي مع الطائفية على سطح واحد، وهذا من بديهيات الديمقراطية في العالم، من بديهيات الحياة السياسية في العالم. نعم لدينا ما يسمونها أحزاب، لكن لدينا هي مو أحزاب حقيقة، هي تجمعات ما أدري دكاكين هذه، لكن مع ذلك يسموها أحزاب. لكن هل لدينا حياة سياسية في العراق؟ هل لدينا ناس يضعون مشروعا والناس تفتهم المشروع ويحاسبهم عليه، وبرلمان حقيقي وحاسب الناس على مشروعها، والحكومة إذا فشلت يحاسبها وسقطها ويجيب غير الشعب يطلع بالشارع يقتلوه؟ هذا الديمقراطية؟ هذا المسار الديمقراطي تحدث عنه؟ 3 سنوات صار لهم قتلت الشباب، تقولون تعيدون اغتيالات وقتل وذبح، تعيدون الناس بإظهار القتلة، لم تظهرونهم. الديمقراطية تجي طيارات تقصفك أنت رئيس الوزراء، تقصف بيتك، هو هذا المسار الديمقراطي؟ ولا تستطيع أن تقول من هم الذين قصفوا بيتك. الديمقراطية تخلي الميليشيات توقف لك باب القصر الجمهوري، خلوا صورتك بالقاع ويدسوها ببساطيلهم، وتكون ماسك احد الذين تعتبرهم ارهابيين او فاسدين، تضع بالسجن يطلعوه ويهددوك يقصون اذنك. هاي الديمقراطيه؟ هذا المسار الديمقراطي اللي تحدث عنه؟ مع الاسف الشديد اعزائي المشاهدين، هذا مجمل ما تحدث عنه مصطفى الكاظمي. يعني هذه اهم النقاط اللي تحدث عنها مصطفى الكاظمي من على منصه جمعيه الامم المتحده، وفيها تضليل، فيها كذب، فيها تدليس، فيها ادعاء بصورة غير الصورة التي في العراق. الصورة التي في العراق صورة قاتمة، صورة دمار وخراب وتمزيق للعراق منذ 2003 لحد الآن، ومن لم يفهم هذا فهو مشارك فيه، وهو يريد لهذا العراق أن يستمر في قعر الهاوية، أن يذهب إلى قعر الهاوية. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.